يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزين نتكلم عن درس الضمائر. الضمائر عندي 3 أنواع. أول ضمير هنتكلم عنه هو ضمير المتكلم. ضمير المتكلم، أيوه، ضمير المتكلم يعني ضمير أنا بتكلم بيه عن نفسي. قولي يا عبد الرحمن. مين بيتكلم؟ ضمير أنا بتكلم بيه عن نفسي. زي إيه يا ولاد؟ زي ما أقول أنا. ضمير المتكلم عندي منقسم لنوعين، أنا ونحن. أنا يعني بتكلم عن نفسي، بتكلم عن حاجة بعبر بيها عن نفسي أنا، زي ما أقول أنا معلم، أنا طالب، أنا أجري، أنا بنت، أنا معلمة، أنا طالب مجتهد، وأنا طالبة متميزة. يبقى الضمير أنا بستخدمه للمفرد، سواء كان المفرد ده مذكر أو مفرد مؤنث. طيب ده الضمير بالنسبة أنا، يعني بعبر عن نفسي. طيب إيه تاني ضمير بالنسبة لضمير المتكلم؟ تاني ضمير عندي هو نحن. نحن للمثنى والجمع، مجموعة أشخاص بتعبر عن نفسها. زي ما انت عبرت عن نفسك وقلت انا طبيب مجتهد، فانا، انا ده ضمير متكلم، ده للمفرد، كلمة مفرد يعني للشخص الواحد بس. طب ونحن، نحن يعني للجماعة او للمثنى، يعني للاتنين، ممكن يكون مذكر وممكن يكون مؤنث. طيب زي ما اقول نحن بنتان، بنت وبنت، وزي ما أقول نحن ولدان، نحن طالبات، نحن طالبات علم، وزي ما أقول نحن طلاب. يبقى أنا ونحن ضمير متكلم، أنا للمفرد الواحد فقط، المذكر والمؤنث. طب ونحن، نحن للجمع، للجمع بس يا ميس؟ لأ، وللمثنى، المثنى يعني اتنين، سواء للمذكر أو للمؤنث. اتفقنا؟ قبل ما أدخل على الضمير اللي وراه، أسيل، فين أسيل؟ نعم أسيل، قوليلي، قوليلي ضمير متكلم مفرد في جملة. أسيل، قوليلي ضمير متكلم مفرد في جملة، زي ما انا بقول مثلا انا طالب مجتهد كده، دي مفرد. قولي لي جملة تكون مفرد. أنا تلميذ أنا طبيب أنا طبيب ماهر. انا طبيبة ماهرة. جميل عبد الرحمن، أيوة قول لي بحبهم والله جملة والله. في إذا كان هو ضمير. عبد الرحمن سامعني؟ لا والله أيوة أنا يا ميس، سعيد. قول سبعة لي ونص ولا إيه؟ ضمير يكون جمع والله عايز ضمير المتكلم وحطه لي في جملة. طيب والله أنت إيه؟ قول يا حاج. نحن نلعب الكرة. الله لا ينور عليك، كرة القدم. جميل، الله ينور عليك. يلا نقفل المايكات. تاني، تاني ضمير أنا هتكلم عليه يستخدم للدلالة على الغائب، وتتنوع لتدل على مذكر ومؤنث ومفرد ومثنى وجمع. إيه هي ضمائر الغائب؟ يعني بتكلم عن حد مش موجود، عن شخص مش قاعد قدامي، زي ما أقول هو، هي، وهما، وهم، وهن. يبقى ضمائر الغائب هو، هي، هما، هم، وهن. ضمائر الغائب الشخص ده مش قاعد قدامي،
انا بتكلم عليه وهو بعيد عني مش موجود. طيب كل ضمير بيستخدم لإيه؟ كل ضمير عندي بيستخدم، عندي هو وهي للمفرد يعني للشخص الواحد بس، زي ما اقول هو تلميذ متفوق، هو للولد المذكر، طب وهي للبنت المؤنث، هي تلميذة متفوقة، هي طالبة مجتهدة، يبقى هو وهي تستخدم للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة. طيب ايه تاني؟ هما، هما للمثنى بنوعيه. يعني ايه يا ميس للمثنى بنوعيه؟ يعني تكون للبنتين والولدين، للمذكر وللمؤنث، زي ما اقول هما تلميذتان متفوقتان، هنا انا اتكلمت عن بنتين. طب لما اجي اتكلم عن ولدين اقول ايه؟ هما تلميذان متفوقان، ان انا اتكلمت عن ولدين. طيب انا عايزة هنا عندي معز، نعم يا مس. حول لي هما تلميذتان متفوقتان لمفرد يا معز. خلينا اتكلم عن بنوتة واحدة، هتقول ايه؟ هي ايوه الميزة ايوه متفوقة. جميل يا معز، هي تلميذة متفوقة، حولها لمفرد يعني خليها البنوتة واحدة، هي تلميذة متفوقة. شاطر يا معز، الله ينور. آه لمار، نعم يا مس. هاتيلي للمذكر الجملة اللي قدامك خليها لي مفرد، اتكلميني على الولد واحد. هو ايوه طالب متفوق. هو طالب متفوق، الله ينور عليكم، شطار حبايبي. يبقى المفرد انا بتكلم عن حاجة واحدة، عن ولد واحد او بنوتة واحدة، تمام. طب والمثنى؟ لا المثنى يعني اتنين، بنتين او ولدين، الله ينور عليكم. طيب هي دي ضمائر الغائب فقط؟ لا طبعا، انا عندي ضمائر تانية وبتدل على الجمع، زي ما اقول هم طلاب متفوقين او متفوقون، انا عندي هنا الجمع يعني عدد كتير، والجمع ما ينفعش يبقوا اتنين بس وما ينفعش يبقى واحد بس، لا الجمع ثلاثة واكتر، ممكن يبقوا ثلاثة وممكن يبقوا مجموعة كتير. عندي هنا زي ما اقول هن، هن بنات متفوقات، كذا كذا بنت قدامي، كذا طالبة قدامي، مجموعة بنات قدامي هستخدم لها هن، يبقى هن للجمع المؤنث. طب وهم؟ الفرق ما بينهم حرف الميم وحرف النون، هنا الفرق هم الميم للمذكر، مجموعة ولاد كتير، طب وهن بنات، مجموعة بنات كتير. جميل جدا. إسراء، فين إسراء؟ إسراء سامعيني؟ طيب معز، شباب معز سامعني؟ عبد الرحمن؟ الناس ما نعم يا جاي. ميس. نعم يا ميس. طيب انا عايزه بس لما نادي على حد الشخص ده يرد عليا، ممكن؟ عشان ماشي حضرتك بس. تمام مفيش مشكله. انا عايزه اسراء، فين اسراء؟ تمام، فين عبد الرحمن؟ ايوه يا ميس. ماشي يا عبد الرحمن، عبد الرحمن هم طلاب متفوقين، هات لي من الجمع المذكر ده، هتهالي يبقى مثنى يعني يبقوا اتنين بس، هتقول ايه؟ ايوه هما طالبان متفوقان. هما طالبان طالبان متفوقان. جميل، هما طالبان متفوقان، هنا هو خلاها ايه؟ خلاها مثنى، خلاها للاتنين فقط وليس للجمع، الجمع عندي هم طلاب متفوقين، يبقى ده بالنسبة لضمير الغائب.
واتكلمنا عن ضمائر المتكلم. طيب آخر ضمير، نقفل المايكات يا شباب، آخر ضمير احنا هنتكلم عليه وهو ضمير يتكلم عن الحضور، يعني الشخص اللي انا هتكلم عليه ده، الشخص ده قاعد قدامي، وهو ضمير المخاطب. انت تلميذ متفوق، انت طالبة مجتهدة، انتما تلميذتان متفوقتان. أنتم طلاب متفوقون، أنتم بتستخدم للجمع المذكر، طب وأنتن للجمع المؤنث. تعالوا نشوف مع بعض. أنت وأنت للمفرد المذكر والمؤنث. للمفرد المذكر أنت تلميذ متفوق، طب والمفرد المؤنث؟ أنت طالبة متفوقة. أنت وأنت للمفرد سواء ولد واحد أو بنت أو طالبة واحدة. جميل. طب وأنتما؟ أنتما للمثنى بنوعيه. تاني حاجة هتكلم عليها وهي أنتما، وأنتما يعني للمثنى بنوعيه. يعني إيه للمثنى بنوعيه؟ يعني للاتنين سواء مذكر أو مؤنث. أنتما تلميذتان متفوقتان، وأنتما طالبان متفوقان. أنتما يعني للبنتين وللولدين. طيب إيه آخر حاجة هتكلم عليها واتكلمنا عليها اللي هي الجمع بنوعيه؟ يبقى احنا قبل ما نحل، احنا عرفنا ان ضمائر عندي 3 انواع، سواء كان ضمير متكلم او ضمير غائب وضمير مخاطب. ضمير المتكلم عندي انا ونحن، ضمير المتكلم انا للمفرد المذكر والمؤنث، ونحن للجمع بنوعيه ممكن يكون مثنى. طيب ضمير المخاطب، ضمير المخاطب أنا بتكلم عن حد واقف قدامي، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. طيب ضمائر الغائب، ضمائر الغائب عندي هو وهي وهما وهم وهن، ودي آخر حاجة اتكلمنا عليها. تعالوا نحل مع بعض، يلا بينا. أول مثال عندي بيقول طبيب متميز. كله يفتح المايكات يلا ونحله مع بعض. أنا طبيب متميز. أنا طبيب متميز، تلميذتان. أنتما تلميذتان موهوبون. هم موهوبون. هم أولاد. أولاد. نحن أولاد. جميل. أكمل بضمير مخاطب، ضمير المخاطب اللي هو أنت وأنت وأنتما. مخاطب أقول إيه؟ أطباء. أطباء. مخاطب. أنتم أطباء. الله ينور. أنت أنتم هنا وأنتم. لأني أطباء جمع مذكر. طب يبقى هنا إيه؟ أنتم. 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 طار. أنتم. طيب فين عبد الرحمن؟ أنتم. أنتم. فلاحات. أنتم. طبيب. فلاحات هنا جمع مؤنث، هتختاروا ايه؟ هتقول ايه في ضمير المخاطب؟ طب امتى اقول بقى انتما؟ لو فلاحات. كانت ايه؟ فلاحات. هات انتن. أنتم. مش هنا جمع، فلاحات. مش هنا جمع المؤنث. امال امتى اقول جمع المذكر؟ اقول انتم. انتم جمع مذكر، أنتما للمثنى بنوعيه، وأنتن بالنون لجمع المؤنث. اتفقنا؟ طيب طبيبة مفرد، واحدة بس هقول إيه هنا؟ أنت أنت طبيبة ماهرة أو بارعة. الله ينور عليك. عايزين نحولها إلى جمع،
ثانية واحدة، أنا هقول واحدة واحدة. عايزة أسيل. أسيل، نعم، يلا أسيل. أنا أرسم لوحة، حوليها نحن إلى قلم. نرسم اللوحة. شطورة أسيل. نحن نرسم لوحة. إسراء. إسراء. طيب عبد الرحمن أو معز، يلا. أنت يا تلميذ المتفوق، عايزين نحولها إلى جمع. أنتم تلاميذ متفوقون. أنتم تلاميذ متفوقون. هي طالبة متميزة، عايزين نحولها إلى جمع. هن طالبات متميزات. هن طالبات متميزات، عايزين أكمل بكلمة مناسبة. أي كلمة هتكمل الجملة زي ما أنت عايز. أنت ولا لسه ميوم. ممكن نقول أنت إيه؟ ولد تفوق. جميل. أنت ولد أو أنت تلميذ أو أنت متفوق. طب ونحن؟ نحن نحن تلميذات. تلاميذ أو نحن بنتان. الله ينور عليكم. هم هم تلاميذ. هم تلاميذ أو هم أولاد. هي هي بنت جميلة. جميل أو هي متفوقة. أنا أنا طبيب. أنا أنا طبيب. أنا أنا مجتهد أو أنا طبيب أو أنا تلميذ شطار. أنتم أنا مثلا أنتم هنا للمثنى سواء مذكر أو مؤنث، هتقولوا إيه؟ تلميذات. أنتم أنتما تلميذات. تلميذتان، مش أو ممكن نقول رسامتان. الله ينور عليكم. هو تلميذ. هو تلميذ أو هو بارع. أنتم أنتم تلميذات. تلاميذ. أنتم أطباء، لأن أنتم هنا لجمع المذكر. الله ينور عليكم. نقفل المايكات تاني عشان ندخل على درس التنوين. يلا بينا. بصوا شباب، قبل ما ندخل على درس التنوين، أنا عندي الضمائر. نقفل المايكات يا عبد الرحمن أو معز اللي فاتح. مسافر. تمام. عندنا الضمائر اتكلمنا عليها، وهي 3 أنواع، سواء متكلم أو غائب أو مخاطب. دلوقتي عايزين هنتكلم عن عايزة أتكلم عن التنوين. تمام. يعني إيه تنوين؟ وده جزء الإملا اللي هنتكلم عليه النهاردة. التنوين هي عبارة عن نون ساكنة. التنوين عبارة عن نون ساكنة. النون الساكنة دي تنطق بنطقها، بس ما بكتبهاش. يبقى تاني، نون الساكنة بنطقها بس ما بكتبهاش. طيب النون الساكنة دي اللي بنطقها ومش بكتبها، هو التنوين منقسم عندي، منقسم عندي ل3 أقسام. زي ما أقول عندي، أول حاجة هنتكلم عليها وهي تنوين بالفتح، وتنوين بالضم، والتنوين بالكسر. التنوين بالفتح يعني فتحتين فوق راسي أو فوق الحرف. طب وتنوين بالضم عبارة عن ضمتين، عبارة عن واو، 2 واو صغيرة. طب والكسر، كسرتين تحت الحرف. تمام. ده بالنسبة لأنواع التنوين. طيب أول حاجة هنتكلم عليها هو التنوين بالفتح. يعني إيه التنوين بالفتح؟ فتحتين أو شرطتين فوق الحرف. يبقى التنوين بالفتح شرطتين أو فتحتين فوق الحرف. طب أنا بحطهم إمتى؟ بحطهم على الحرف الأخير من الكلمة.
اتفقنا؟ طب زي ايه يا ميس؟ زي ما اقول، اسمعوا كده كده، اسمعوا كده، انا هقول ايه؟ بن بن، هنا في جرز، النون اهي ساكنة، بن، انا هنطقها بالشكل ده. طب وانا هكتبها كده؟ لا طبعا، هكتبها بالشكل ده، بن. اول ما اسمع جرس موسيقي والمدرسة بتنليني اعرف ان ده هنا فيه تنوين، بن. هنا انا هكتبها بالمنظر ده، ب، واخرها الف، واحط شرطتين الفتحة على ايه؟ على الباء وليس الالف. ده التنوين بالفتح. زي ما اقول برضو جن جن، ده نطقها، انا في هنا جرس موسيقي نون ساكنة، ده نطقي. طب انا هكتبها ازاي؟ هكتبها بالمنظر ده، الجيم هي اللي عليها شرطتين الفتحة، اما الف اللي هو التنوين زي ما هو معلهوش اي حاجة. يبقى انا ساعة ما هقرأ الكلمة دي هقول منزلا منزلا، هنا ده تنوين، بس انا نطقتها بالشكل ده، بس مش هكتبها كده، مش هكتبها بالنون كده. امال هكتبها ازاي؟ هكتبها بالشكل ده، منزلا، حطيت بعد اللام الف التنوين، وحطيت على اللام الشرطتين او الفتحتين بتوع التنوين بالفتح. جميل جدا. خلي بالكم من حاجة، التنوين بالفتح صحته على قده. يعني ايه صحته على قده؟ يعني معاه عصاية بيمشي بيها، ما ينفعش يمشي من غير العصاية دي. العصاية دي اللي بنزودها في اي كلمة احنا بننطقها بالتنوين بالفتح. طيب خدوا بالكم ان التنوين بالفتح عنده اخوات، عارفين مين اخواته؟ اخواته دولت او صحابه، اول ما يشوفوه يقولوا له لا، ارمي بقى العصاية اللي في ايدك وتعالى انت هتقعد فوق راسنا. طب مين الصحاب دولت؟ الألف والهمزة والتاء المربوطة بأنواعها، سواء كانت زي الرقبة أو اللي هي الدايرة، دولت أول ما بيشوفوا التنوين بالفتح يقولوا لها خلاص ارمي بقى العصاية، واحنا عايزين فتحتين بس. يعني زي ما أقول كلمة سماء ألف وهمزة، ما ينفعش حد أو ألاقي حد مزود لي ألف بعد الهمزة، هنا الكلمة هتبقى غلط. سماء، هنا التنوين رمت العصاية وخلت الفتحتين فوق الهمزة. زي ما أقول مدرسة، مدرسة ت مربوطة، ما لاقيش حد مزود لي حرف الألف بعديها، لأ، التاء المربوطة بتقول للتنوين تعالى اتفضل فوق راسي، أنا هاخد الشرطتين بس مش همسك العصاية بتاعتك، فهنا هتبقى مدرسة. اتفقنا؟ ودولت صحاب مين؟ صحاب التنوين بالفتح اللي بيرموا العصاية أو بيخلوها زي ما هي فوق راسهم. طيب يلا بينا، عايزين نقرأ مع بعض الأربع كلمات اللي قدامنا. يلا بينا يا معزة. ورقة واحدة بس. اقرأ أول واحدة بس. بس واحدة بس، في حاجة كده حصلت في الشاشة. أحدا، شاطر، أحدا، جميل. بصوا التنوين فين؟ التنوين على حرف الدال. جميل عبد الرحمن، يلا عبد الرحمن تاني كلمة. قريبا، قريبا، الله ينور. أسيل، عينا، اقري لي تالت كلمة. عينا، عينا، الله ينور عليكم. والأخيرة لمار، نعم يا مس، اقري لي آخر كلمة. يلا بينا. صوتا، صوتا، الله ينور عليكم. يبقى التنوين بالفتحة عندي شرطتين فوق آخر الحرف عندي. طيب امتى بيرمي عصايته؟ بيرمي عصايته أول ما بيلاقي التاء المربوطة، وأول ما بيلاقي الكلمة آخرها ألف وهمزة. جميل. طيب أنا دلوقتي هدخل على إيه؟ هدخل على التنوين بالكسر.
التنوين بالكسر عندي ده عبارة عن شرطتين تحت الحرف. التنوين بالكسر شرطتين تحت الحرف، زي ما أقول بن بن. طب أنا نطقتها بالشكل ده، طيب هكتبها إزاي؟ هكتب حرف الباء بالشكل ده، عبارة عن شرطتين تحت الحرف. يعني مش يمس، هو أنا مش بزود ألف زي التنوين بالفتح؟ أو لا، أنا مش بزود ألف ولا بزود أي حاجة. التنوين بالفتح الوحيد اللي بزود في الكلمة ألف، والشرطتين تبعه. طب والتنوين بالكسر والضم؟ لا، أنا مش بزود حاجة خالص، زي ما أقول بن شرطتين بس. طيب جن جن، في هنا جرس موسيقي. طب يا ميس انت نطقتي حرف الجيم كده، هكتبه ازاي؟ هكتبه وحط تحتيه شرطتين جن. بصوا الكلمة اللي قدامي، بي بي تن بي تن. هو انا ينفع اكتبها بالنون كده؟ لا ما ينفعش. امال يا ميس الصح ازاي؟ احذف النون واكتب لي تحت التاء كسرتين بي تن بي تن. هنا بقى تنوين بالكسر، تمام؟ عندي 4 كلمات. عبد الرحمن اقرأ لي أول كلمة. وقت وقت، الله ينور، وقت. معز، تاني كلمة. بحر بحر، جميل، أسيل. التالتة. لبن لبن لبن، شطورة أسيل. لمار، نعم يمس الكلمة الأخيرة. قمح الله ينور عليكم. وقت، بحر، لبن، وقمح. طيب إيه آخر تنوين عندنا هنتكلم عليه؟ وهو التنوين بالضم. ده بقى عبارة عن ضمتين فوق الحرف، يبقى الكسر تحت الحرف، والألف تنوين بالفتح بيزود له ألف والشرطتين. طب والضم برضو آخر حرف بس عليه 2 واو كده صغيرة، زي ما أقول بن بن. هنا في جرس موسيقي، والجرس الموسيقي ده أعرف هنا إن النون هنا دي اسمها نون تنوين، زي ما أقول بن، هكتبها ب2 ضمة، واو وواو صغيرة. طيب جن جن، جرس موسيقي، فهقول الجيم عليها 2 واو صغيرة، زي الكلمة اللي قدامي ثابتون. ايه ده، يعني الكلمة دي قدامي كده صح يا ميس؟ لا، الكلمة دي مش صح. امال الصح بتاعها ايه؟ احذف لي النون، لان يا ميس انت قلتي لما النون تدينا زي الجرس كده او صدى الصوت اعرف اللي هي تنوين، فدي هتبقى ثابتون، يعني التاء هتبقى عليها ضمتين. اتفقنا؟ زي ما اقول كتاب، بيت، قلم، مدرسة، تلميذ. جميل. طيب كلمتين دولت انا اللي هقراهم عشان نحل عليهم بعد كده. جهاز، ابواب. اتفقنا؟ يلا بينا. عندي شروط للتنوين، حاجات بسيطة كده احنا لازم نعرفها. التنوين بيجي مع الأسماء فقط، ما ينفعش يجي مع فعل. يعني أنا ما ينفعش حد يقول لي يلعب، مش يلعب ده فعل مضارع؟ ما ينفعش حد يقول لي ميس أنا هحط عليه تنوين كده وانطقه، ما حدش هيعرف ينطقه. مش هتعرفوا تقولوا يلعبن، مفيش حاجة اسمها كده. يمشي، هو مش يمشي ده فعل مضارع؟ محدش يقول لي يا ميس انا احط تحتيه كسرتين وانطقه، مش هعرف انطقه. فدي كده عندي غلط ودي عندي غلط. يبقى التنوين بيجي مع الاسماء فقط. بيتا، محمد، قطار. ايه تاني؟ الكلمة اللي فيها ألف ولام ما ينفعش أحط فيها تنوين. المنزل، في حاجة اسمها المنزلا؟
انا مش هقدر اصلا ان انا انطقها بالتنوين، يبقى اي كلمة فيها الف ولام التعريف ما ينفعش احط فيها تنوين، هتبقى منزلا بدون الالف واللام، كتاب، جبل. جميل، التنوين بيجي في اخر الكلمة، سالم، طاولة، سريرا. اتفقنا؟ ده بالنسبة لشروط التنوين. طيب في شروط تانية؟ لا، ده بالنسبة للتنوين بيجي في آخر الكلمة، وبيجي ما ينفعش يجي مع الألف واللام، وبيجي مع الأسماء فقط، وما بيجيش مع الأفعال. طيب يلا بينا نحل. إسراء، إسراء سامعني؟ طب عبد الرحمن، يلا عبد الرحمن. بيت، قولها لي تنوين بالكسر والضم والفتح. بيت جميل، يلا يا معز. كرة، كرة كرة خليها لي خليها لي بالتنوين الثلاثة. كرة 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 جميل، كرة وكرة وكرة. لمار، نعم يا بس يلا يا لمار. كتاب، كتاب أيوة كتاب كتابا كتاب، كتاب، كتاب. تمام، هنا المفروض كتاب، هنا دي غلط. اتفقنا. جميل، أسيل، نعم يا مس يلا أسيل. آخر كلمة، ملعب، قولها لي تنوين بالضم. ملعبا 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 ملعب وملعب وملعبا. الله ينور عليكم، يلا بينا نحل القطعة دي مع بعض. تمام، النهلة حشرة عجيبة. كنت على الكلمة عشان تستطيع اقفلوا المايكات وانا هقول لكم على الاسئله ونبدا نحل سوا. تعيش في جماعات متعاونه، وللنحله 4 اجنحه خفيفه حريريه تسبح بها في جو السماء، وهي تنتقل من ثمره الى ثمره، ومن زهره الى زهره، ثم تخرج لنا عسلا حلو مختلفا الوانه، فيه شفاء للناس. أول حاجة كاتب لي إن هو عايز تنوين بالفتح. تنوين بالفتح، إسراء طلعي لي تنوين بالفتح من القطعة. إسراء سامعيني؟ مثلا يلا يا إسراء طلعي لي تنوين بالفتح. أسيل عايزة تنوين بالفتح. مثلا سطورة، إيه تاني؟ في إيه تاني تنوين بالفتح؟ مختلفا إيه تاني؟ حلوا سطورة، الله ينور عليكي. عبد الرحمن عايزة تنوين بالكسر. أيوة سامعيني بالإيه؟ عايزة تنوين بالكسر. بالكسر جماعات جماعات، وعندي ايه تاني؟ خفيفة وزهرة وثمرة. تعاون الله ينور عليكم. معز عايزة تنوين بالضم. الضم يا مس حاضر ايوه حشرة الله ينور عليكم، الله ينور عليك. وعندي كلمة بيكون شفاء، شاطر، الله ينور عليك. طيب عايزة كلمة بيها مد بالألف. كلمة بها مد بالألف. أنا بقول له ده أنت تطلع مدرب على طول، أنت جيت اتفرجت على التدريب وخلاص. ممكن نقفل المايكات؟ جماعة، الله ينور عليك. فين الحرف الممدود؟ الميم، عندي العين، الله ينور عليكم. طيب عايزة حرف جر منفصل؟ في، الله ينور عليك. ممكن تطلعوا لي كراستكم يلا عشان نتملى.
شباب اللايك هيفصل وهبعته لكم تاني عشان تدخلوا، اتفقنا؟ ايه هو بدأت حضرتك الاملاء ولا لسه؟ لا انا لسه ما بدأتش الاملاء، هو دلوقتي هيفصل وهبعته لكم تاني وبعد كده نتملى على طول. تمام، جهزوا بس.